قصة كفاح بدأت منذ 30 سنة، ولكنها من نوع آخر. هو المواطن الكويتي عامر العزمي الذي عانى منذ ولادته من خلل في السمع. عامر استطاع التغلب ببراعة وذكاء على ذلك الخلل ليتمكن من قراءة حركة شفاه الآخرين دون أي مساعدة. برع في فن الخطابة والحوار مع الناس دون أن يسمعهم. هو عامر الذي خضع لعدة عمليات جراحية ولكنها لم تنجح في البداية. سافر في محاولة جديدة إلى ألمانيا ليخضع لعملية كانت الأخيرة، ولله الحمد تكللت بالنجاح. مرحبا بك، طولي تعالى من غرفة عملية وفاري الدقيقة بتعبتك بسم الله. هذا الإصرار قابله حسرة ودموع ومشاعر أم لا توصف. تسمع ليل وطيب؟ نعم ماما. تسمع صوتي؟ نعم ماما. حبيب أمك، بديتك يا يما، بديتك يا يما. شلون صوتك؟ شلون صوتك؟ حبيبي يا عمري أنت حبيبي. عامر. نشط عامر بعد ذلك في السوشيال ميديا ودعا في حساباته إلى ضرورة الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة. تلك الدعوات لم تلقى أذانا صاغية، ما جعله يخرج في فيديو معلنا عن تبرعه بسماعاته الخاصة. عندي سماعات ما أحتاجهم، سماعة هذولي الوحدة قيمتها 1000 وشي، يعني 2000 وشي. سماعات هذول تفوهم مع جهاد مع التلفون، جيت بك على التلفون، على السماعة والتلفون. أنا ما استخدمه، ما فهم هذا، بس أبي أتبرعه عن غيري، لأن أنا ما أحتاجه. أتودي عند قوقعة، إذا تعرفون أي أحد ما يسمع ومحتاج جهاد قولوا لي أتبرع له. ولكن ماذا حدث مع عامر حتى نشاهده جالسا على كرسي في وسط دوار قابعا بمنطقة قرطبة؟ وما الذي يريده عامر من بيع العصير؟ قاعد أشوف إن بالكويت سووا حملة حق الفقارة ونجحت، جبتوا 4 مليون دينار. سويت حملة تنظفون الشاطئ هم نجحت. ليش ما تسوون حملة حق المعاقين، حق اللي ما يسمعون أو ما يتكلمون، تتعرفون عليهم لأنهم دائما بروحهم وعالم بعيد عن السماء. هذا اللي يتعلمون منكم، تاخذون أجر